بعد أسبوع تنوعت خلاله النشاطات التربوية والمحاضرات الدينية، اختتمت فعاليات الملتقى 18 لأتباع الطريقة المريدية المنظمة هذا العام تحت شعار الشيخ أحمد بمبا، أخلاقه الحميدة ودعوته بالحكمة والموعظة الحسنة. وقد تنادى إلى هذا الملتقى العديد من مريدي الطريقة، إضافة إلى ممثلين عن مختلف الطرق الصوفية المعروفة في المنطقة. الحفل الختامي شكل مناسبة أشاد عبرها وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان بدور الطريقة المريدية وغيرها من الطرق الصوفية في محاربة الغلو والتطرف وتربية النفوس وتهذيبها. لقد تشكلت الحركة الصوفية في موريتانيا إجمالاً من 3 طرق أساسية، هي الشاذلية بفرعيها القوفية والمثالية، والقادرية بفرعيها الفاضلية والبكائية والمريدية، والتيجانية بفروعها الحافظية والحموية والإبراهيمية، وهي طرق لها تأثيرها الفكري والاجتماعي الكبير. وقد كان لهذه الطرق الصوفية الدور البارز في محاربة المستعمر والوقوف في محاولات بث الفتنة والشقاق بين شعوب القارة الإفريقية، كما كان لها الأثر الكبير في بث نهج الوسطية والاعتدال والسلم والسلام والمحبة والأخوة التي جاء بها ديننا الحليم. ويأتي إحياء مجلي صصرة في موريتانيا كل سنة سير على نهج المحبة والسلام وتقوية أواصر الأخوة الضاربة في التاريخ بين البلدين الشقيقين موريتانيا والسنغال، والتي أرصد عائمها رئيس البلدين الشقيقين فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد بن الشيخ الرزواني وفخامة رئيس جمهورية السنغال ماكي سال، حيث أكدا في أكثر من مرة في أكثر من مناسبة متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. المبعوث الخاص للخليفة العام للطريقة الموريدية شكر في كلمة له بالمناسبة السلطات الموريتانية ونظيرتها السنغالية على ما قدموا من تسهيلات لتنظيم هذا الموسم السنوي، مستعرضا توصيات الملتقى. يوجه الشيخ منذ الملتقى تشكراته ودعواته المباركة إلى كل من السيد رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وإلى جميع حكومة وشعب موريتانيا الحبيبة. أرض الصالحين، الضفة ما أسميه بالضفة الشمالية لسكان السنغال، الذي هو بمثابة الضفة الجنوبية لشعب موريتانيا. إذا نهر السنغال ودولة السنغال بمثابة الضفة الجنوبية لشعب موريتانيا، وموريتانيا بمثابة الضفة الشمالية لشعب السنغال. فنحن أمام شعب واحد بدولتين شقيقتين أختين صديقتين حبيبتين متقاسمتين لنهر وصال واندماج لا نهر فصل وتنافس. كما يوجه الشيخ فضيلته ودعواته إلى شقيقه الرئيس الغزواني إلى ابنه وصديقه السيد ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، اعترافا من فضيلته لما قامت به الدولتان من تسهيلات وعناية لوفد طوبى المبعوث من قبل فضيلته للمشاركة في الدورة 22 بعد 2000 لفعاليات مجلس سرسار. فعاليات الملتقى تضمنت كذلك مداخلات متنوعة لممثلي الوفود المشاركة، إضافة إلى حلقات لقراءة القرآن الكريم وإنشاد قصائد مختلفة من فيض هذه الطريقة الصوفية.